أنا اللي ببيع ياسمين، يا ترى مين هيضم الورد؟ أنا اللي ببيع ياسمين، يا ترى مين هيضم الورد؟ الصبر طيب يا عيوني عاللي راحوا وفاتوني، الصبر طيب يا عيوني عاللي راحوا وفاتوني، هيجي يوم يفتكروني، ده انا اللي ببيع ياسمين، يا ترى مين هيضم الورد؟ ده انا اللي ببيع ياسمين، يا ترى مين هيضم الورد؟ يا قاعدين على القهاوي تشربوا شاي و